حياكم الله معنا من جديد. محطتنا التالية راح تكون مع الخيول العربية الأصيلة. ديالة شو رايك في الخيل؟ الخيل طبعا بشاير يعني من أجمل المخلوقات اللي موجودة سبحان الله. يعني الناس حتى الشعراء دائما يشبهون جمال المرأة بجمال الخيل وتناسق جسمه وعيونه. وحتى هني طبعا في دبي طبعا يحرصون طبعا شيوخنا هني بتحديد الشيخ محمد بن راشد يحرص دائما على سباقات الهجن وسباقات الخيل, ودائما حتى لو كانت سباقات خارج الدولة يسيرون ودائما يعني يحرصون على متابعة الخيل. ديالة مثل ما ذكرتي أن دائما الشعراء كانوا يشبهون المرأة بالخيل لأن الخيل تملك جمال غريب جدا في عيونها. كذلك العرب أكرموا الخيل ديالة وخصصوا ناس مخصصين فقط من أجل الاهتمام في هذا الخيل ومراعاة الخيل سواء كان صحيا غذائيا, لأنه كان يعني لهم شيء كبير جدا. نعم بتكلم عن غذاء الخيول بشاير. طبعا معروف أن غذاء الخيل الأعشاب, يأكل الأعشاب, لكن أيضا حاليا قاموا يعطونا البرسيم الطبيعي وبعد يدخلون فيه بعض يعني بعض الفواكه وبالتحديد الجزر بشاير. ديالا وايد انكتبت شعر في الخيل والشعراء أيضا ما قصروا في الخيل, لأن الخيل أيضا تعلم الفارس الصبر, القدرة على تحمل المشاق, أيضا الاعتماد على النفس, تعلم أنه يكون شخص قوي وقادر أنه يسيطر على الوضع, لأنه لما تمسكين لجام الخيل أنت في مسؤولية كبيرة جدا, أنت تسيطرين على خيل وتسيطرين على نفسك, فتحمل مسؤولية كبير. على العموم نحن ما بنطول على المشاهدين, هذا التقرير خصصناه لواحد من عشاق الخيول العربية كيف يتعامل معاهم. تابع معنا هذا التقرير. أنا حصان ثاني بالنسبة له, شفت كيف؟ فأنا أعرف يعني بس أني أبقى أنا على اثنين على رجلين وهو على أربعة مثلا. هذا هو علي العابري البدوي الفارس والخبير العالمي في شؤون الخيل الذي حير الآخرين من حوله في مشارق الأرض ومغاربها لما يفهمه من أسرار اللغة مع الحصان وقدرته الخارقة العجيبة التي وهبها إياه الخالق عز وعلا مذ كان في سن 15 من عمره وحتى الآن. من 15-16 سنة بدأ يشتغل بالخيل, بس اكتشفت الشيء هذا أعتقد من عمره 18. يروض الحصان البري الجامح بعد ساعات من لقائه معه ليصبح عجينة طيعة لإشاراته ونظراته وحتى سكونه, ويسمي العامري ذلك لغة الجسد. الخيل لا يفهم عربي ولا يفهم انجليزي ولا يفهم تشاينيز ولا يفهم أي لغة كلسان. هو الخيل دائما الخيل بتفهم مع نفسه, يعني طريقة حديث الخيل مع نفسه كلها بالبودي لانجويج بالحركة, أن كل حركة تعني شيء. يعني أنا أتحرك وأشوف بعيني مثلا طرف معين أو أوقف في طرف معين أو أي خطوة تعني شيء لهذا الخيل. شارك بسباقات عديدة وشارك في تمثيل فيلم من إنتاج والت ديزني. الفيلم كان عبارة عن قصة عربية, هو عن يانج بلاك ستالين اللي هو كان في الستالين البلاك ستالين الأولي, فهذا جديد يانج بلاك ستالين. القصة كانت قصة عربية وأنا كعربي ويعرفوني ممثلين من قبل ومنتجين من قبل, أنا كنت بحكم عمل اللي كنت أدرب خيول دائما للأفلام وهذا, فكانت سهلة بالنسبة لهم أن يعني يتعاملون وياي أنا لأن بجيد ركوب بجيد تفاهم مع الخيل تدريب الخيل نفسه في الفيلم. فكان خد دورين, اشتغلت في التدريب كثير واشتغلت في التمثيل نفس الشيء. وكنت أنا تعرفين في قصة خاصة الوالت ديزني فيه بطل الخير وبطل الشر, فأنا ما كنت طولت الشر. قام العامري على ترويض 3 خيول برية من غابات استراليا لمدة 3 أشهر عندما أحضرها إلى دولة الإمارات في التسعينات ودربها جيدا, علما أنها لم ترى بشرا من قبل وأصبحت قادرة على الأداء المهاري للفروسية سواء الركوب أو القفز. الحصان إذا هو كل ما كان هادي أو بارد كل مكان هادي كل مكان صعب لي أنا, لأنه هو بيكون مو بشارب إناف ما يكون حاد في ذكاء, عينه تكون باردة يعني ما ينتبه بسرعة. فالحصان كل مكان جامع وكل مكان يرفس أو يعض أو عنده مش كل مكان أسهل لي أنا, يعني الريزوت تكون أسرع بالنسبة لي أنا.
علي العامري الذي يتمتع بكل هذه الخبرة الواسعة التي اكتسبها من عمله في كل من المملكة المتحدة وفرنسا واستراليا والبرازيل والأرجنتين وشيلي ليستطيع التعامل مع جميع أنواع الخيول، ألا يستحق وبكل جدارة رقما قياسيا ليكون في كتاب جينيس؟